بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين. وكل الفرحه وكل السعاده لجميع المسيحيين وجميع العالم في مصر واخوتنا المسلمين ايضا. والد الطفل شنوده، ابني في حضني اخيرا، اشكر ربنا، اشكر العداله. قال فريق بولس شنوده، والد الطفل شنوده، الطفل شنوده اثناء استلام ابنه شنوده، شكرا لله الذي استجاب لنا بعد عذاب لشهور طويله. ونشكر رب نيابة العامة، وتابع والدموع تغرق عيني ابني بحضني أخيرا، وسوف أقدم له حياتي كلها، وسوف أعوضه عن ما تعرض له من حرمان خلال عام داخل الدار. وربنا يسامح كل شخص تسبب في أذى هذا الطفل. لا، نقول نشكر ربنا، نشكر ربنا على كل حاجة حلوة ربنا ادهلنا، نشكر ربنا على انه وقف جنبنا. نال الصحافه والاعلان يعلن وتعلن استلام الطفل شنوده، ونجيب جبرائيل يقبل الطفل شنوده. شكرا للسيد الرئيس وللنائب العام، كل الشكر. اعلن لنا الصحافه وقناه الملكه والامير اليوم من وزاره التضامن الاجتماعي بحضور المستشار نجيب جبرائيل محامي اسره الطفل، وقال جبرائيل لكاميرتنا نحن قناه الملكه والامير: انا النهارده مبسوط جدا جدا لاني اول واحد يستلم الطفل شنوده وابوسه كمان. ويقول شكرا لمصر كلها، بشكر السيد الرئيس وشكرا للنائب العام، شكرا للوزراء والمسؤولين الذين ساهموا بحق وعداله من اجل اعاده الطفل شنوده لاسرته، وشكرا للازهر الشريف. لافتا ان النهارده بنعيش بدايه جديده وجمهوريه جديده ويوم جديد، هذا هو اليوم الذي صنعه الرب فلنبتهج ونفرح به. وكانت امرت النيابه الكليه بشمال القاهره امس الثلاثاء بتسليم الطفل مؤقتا للسيده ابلال ابراهيم بعدما وتاكد انه عثر عليه في كنيسة، وتأكدوا أن الأقباط لم يكذبوا وأن الأقباط ليس لديهم أسلحة كما يقولون. ولكن أيضا الخبر الذي نعلنه محمود العليلي بعد عودة شنودة، عايزين نفكر في مصير ألاف ألاف اللي زيه. فرحة عارمة يعيشها الأقباط والمسلمين بعد قرار النائب العام بعودة الطفل شنودة لأسرته تحت لفظ أسرة بديلة وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي. وقد شارك في هذه القضية مسلمين ومسيحيين المناشدة بعودة الطفل شنودة لأسرته ترعاه. وكل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحدث كثيرا الدكتور محمود العليلي في هذه القضية، وقال إن هذه القضية فتحت ملف الالاف الاخرين مثل شنوده. المهم دلوقتي ان شنوده تم تسليمه لوالديه بالتبني. كل الاحترام لمن ساعد الولد واهله. عايزين شويه هدوء نفكر في مصير الاف زي شنوده والاف زي امال وفوز مسلمين ومسيحيين. كل الشكر وكل فضل نعود مبروك للام الجميله امال بعوده ابنها شنوده لحضنها. كانت احد الذين تحدثوا امام القاضي في المحكمه، فلا دور في هذه القضية التي شاركت فيها كأم شعرت بآلام السيدة أمال. إنها الكاتبة فاطمة نعود التي وجهت التهنئة للسيدة أمال بعد قرار عودة الطفل شنودة، وقالت: نعود الحمد لله، مبروك للأم الجميلة أمال ميخائيل عودة ابنها شنودة إلى حضنها. شكرا فضيلة المفتي الديار المصرية، وشكرا سيادة المحامي العام والنيابة العامة انتصارهم للإنسانية، وشكرا للرئيس السيسي استجابة منشدتنا، وشكرا لكل شريف محترم ممن دعم تلك القضية الإنسانية العادلة، وشكرا لمصر الحلوة، مصر الجميلة. فيديو كاملة الأقباط وتقول وتوثق: زغريت وتصفيق المتضامنين لحظة استلام الطفل شنودة. وثقت الكاميراتنا قناة الملك والأمير لحظة ما قبل استلام الطفل شنودة، وسمعت أصوات زغريت النساء تفتح الأبواب، وقام المتضامنين بإيماء يد تعكس تشوفهم لرؤية الطفل واحتجاجهم أيضا لساعات عظيمة، مرددين: عاوزين شنودة، عاوزين شنودة، عاوزين شنودة. وذلك بعدما أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة أمس الثلاثاء بتسليم الطفل مؤقتا للسيدة أمال إبراهيم بعدما تأكد أنه عثر عليه في كنيسة. واجتاحت السيدة أمال وميخائيل أيضا والدة الطفل شنودة بالتبني، حالة من الفرحة العارمة ممزوجة ببكاء شديد دموع الفرح لحظة استلام الطفل شنودة. وذلك بعدما أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة أمس الثلاثاء بتسليم الطفل السيدة أمال إبراهيم بعدما تأكد أنه عثر عليه في داخل الكنيسة. ومنذ دقائق أعلن المستشار نجيب جبرائيل محامي أسرة الطفل شنودة في تصريحات لموقعنا ولقناتنا الملكة والأمير أن مجلس الأمومة والطفولة أجرى اتصالا هدفيا به، وأخبره أنه جاري الآن تغيير بيانة الطفل وعادته إلى ديانته المسيحية بالأوراق الرسمية. هذا الطفل الذي أحب
أصبح في حضننا نشوى الحب. سامحنا يا شنود على دعلنا والعذاب اللي تعذبته بسبب بني آدمين تسببوا أو نسيوا الرحمة وملكهم الخوف أو الغل أو الطمع. كل الشكر. قالت الكاتبة نشوى الحب: مبروك يا شنود رجوعك لحضن أمك. وسامحنا يا ابني على جهلنا والعذاب اللي تعذبته بسبب بني آدمين نسيوا الرحمة ولكهم الخوف والغل والطمع. مبروك يا ام شنود رجوع قلبك، محتاجين تعليم وثقافه وتفكير من هنا لاخر العمر. شكرا على تمسكك بهذا الطفل العظيم. وتقدمت الحبوب بالشكر للرئيس السيسي، ونحن كقناه الملكه والامير كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: شكرا يا ريس. نسيت اقول حاجه مهمه، مع احترامي للجميع شكر للسيد الرئيس، لان الكل اتاخر وهو شايف الازمه والوجع، الكل عمل نفسه مش شايف القضيه. كل الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الاب العظيم، الاب الذي كله راعيه، الاب الحنين، الاب لكل المصريين ولا يفرق بين مسلم ومسيحي، ولديه المواطنه. اسره شنوده في طريقها الان لاستلام الطفل من دار الرعايه. كل الفرح. صرحت لنا قناة الملكة والأميرة أن أسرة الطفل شنودة في طريقها الآن لاستلام الطفل من دار الرعاية الموجودة بها. يأتي هذا بعد قرار النيابة الكلية بشمال القاهرة أمس الثلاثاء بتسليم الطفل شنودة مؤقتا للسيدة آمال إبراهيم التي عثرت عليه أو التي عثرت عليه من قبل داخل إحدى الكنائس كعائل المؤتمن. وأخذت النيابة تعهدا على أمالها تحسن رعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، وكلفت النيابة باستكمال إجراءات كفالته وفقا لنظام الأسرة البديلة. ويأتي ذلك بعد استطلاع النيابة لرأي فضيلة المصرية بشأن ديانة الطفل، والتي أفتى بأن الطفل يتبع ديانة الأسرة المسيحية التي وجدته وفق آراء فقهية مفصلة. وخاطبت النيابة العامة وزارة التضامن الاجتماعي للنظر في الطلب المقدم من الأسرة التي عثرت عليه الطفل الاستلام وفقا لأحكام قانون الطفل ولائحة التنفيذية بنظام الأسرة البديلة. كما كلفت النيابة المجلس القومي للأمومة والطفولة باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتبار مسيحي لأب أو أم اعتبارين مسيحيين بدون ما انتهت إليه التحقيقات، والتي تضمنت فتوى لمفتي الجمهورية المحترم بتبعية الطفل بأن لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه، وبذلك اعتبر الطفل شنودة طفل مسيحي والكل يحب، ليس من أجل أنه أصبح مسيحي، ولكن بالفيديو لحظة استلام الطفل شنودة من دار الرعاية نجيب جبرائيل. هذا هو الذي نفرح به ونبتهج به كما قاله الرب يسوع المسيح. قال المستشار نجيب جبرائيل وأسرة الطفل شنودة بالتوجه إلى دار الرعاية الذي يقيم فيه، وتم استلامه وحضر كل منا كل الصحابيين والعالمين الذين كانوا داعمين. وبصفة خاصة قناة الملك والأمين كل الشكر والتقدير لها لأنها وقفت بجانب قضية الطفل شنودة. وقال المستشار نجيب جبرائيل وهو يحتضن شنودة: قد استلمنا شنودة الطفل شنودة وهو معنا الآن وبهذا اليوم الذي نفرح به ونبتهج فيه. نعم، نشكر الرب ونشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. كل الفرحة وكل البهجة وكل الأمل. استلام الطفل شنودة من أنظار الرعاية نشرت لنا قناة الملكة والأمير. وياتي هذا بعد قرار النيابه بشمال القاهره امس بتسليم الطفل شنودة مؤقتا للسيده امال ابراهيم التي عثرت عليه من قبل داخل احدى الكنائس كعائل مؤتمن. نعم، انه الفرحه، انه البهجه، فيديو دموع الفرحه، دموع الفرحه. والد الطفل شنودة لحظه استلامه: انت ابني وضنايا ونور عيني ودنيتي كلها، اشكرك يا رب، اشكرك يا رب. اجتاحت السيدة أمال ميخائيل والدة الطفل شنودة بالتبني حالة من الفرحة العارمة ممزوجة ببكاء شديد دموع الفرحة لحظة استلام الطفل. وذلك بعدما أمرت النيابة الكلية بشمال القاهرة أمس الثلاثاء بتسليم الطفل شنودة السيدة أمال إبراهيم بعدما أكد أنها عثرت في كنيسة. وقالت والدة الطفل بعينين مغرتين بالدموع في تصريحات لموقعنا ولقناة الملكة الأمين شنودة: يا حبيبي أنت كل حاجة ليا في الدنيا كلها وإحنا كل حاجة ليكي، وعن قناة الملكة والأمير بنقول لك كل الفرحة. مبروك 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 مبروك، ألف مبروك وكل الشكر والتقدير. ونمر فيكم بالأخبار الجادية، وقلنا لكم فعلا في مفاجأة هنقولها من قناة الملك والأمير، القناة الصادقة التي حاول الكثير أن يكذبنا وبالفعل صدقنا، وكنا أنها مفاجأة مدوية، وكانت المفاجأة المدوية فعلا كما كنا أو كنا أول من حصرنا بأن هناك مفاجأة وهي عودة الطفل شنودة بقرار النيابة. كل الشكر وكل التقدير. لا تنسوا الاشتراك في قناة